واو، شفت الكرة البلاستيك السحرية الفظيعة قوي دي؟ الله، يا ترى دي معمولة من ايه؟ اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهاردة جايبة لكم معايا بالونة فظيعة اسمها ماجيك، شكلها جامد جدا جدا جدا. لعبة للاطفال حلوة قوي، يقدروا هما يستخدموها، مكتوب عليها ماجيك بلاستيك. واو، هوريك بقى تقدر ان احنا نعمل بقى بيها بالون ازاي، شبه معجون السنان كده. اوكي، وفيها هنا بقى زي شاليمو، وجاي حاطينها كده وعاملين بقى بيها بلالين، وممكن نعمل حيوانات بالشكل ده. هنا بقى دي طريقة استخدامها، easy to use. بنحط بقى المعجون ده على ايه، على ايدينا، بعد كده نجيب المصاص، سوري الشاليمو اللي معانا ده، ونحطه جوه المعجون ده اللي هو على شكل كورة، وجاي نفخين، جاي عامل لي كورة كبيرة قوي بالبلاستيك. الله، شفت بقى شكلها جامد ازاي؟ واو، لا شكلها حلو قوي اهي. بصوا، دي بلالين كتير قوي جدا ورا اهي زي ما انتوا شايفين. اوكي، هفتح بقى معجون السنان كده اللي هو سوري مكتوب عليه ماجيك بلاستيك ده، بعدين احط بقى منه حبة على ايدي اهو. شفت شكله حلو ازاي؟ احط بقى، بص، واضغط بقى كده منه. الله، شفته هو حتة بقى كورة كده لونها بقى ايه، اخضر. وبعدين قام جاي جايبه بقى الشاليمو، اهو عملت الاول كورة كده، بكم جاي جايب الشريمو حطها بقى فيه اهي كده، وهقوم جاي نفخة، يوم جاي يعمل لي بالونة كبيرة قوي مكتوب عليها ماجيك بلاستيك، هتكون معمولة كأنها من البلاستيك، بس لازم اتأكد ان مفيش فيها اي خرم هوا عشان الهوا كله يخش جوه، وتعمل بقى بالونة كبيرة جدا. هبص بعد ما نفخت بقى، الله، طلعت لي بالونة كبيرة قوي اهي. الله، شفتوا بقى عاملة لونها اخضر كده ومعمولة كأنها تحس ان هي من البلاستيك. واو، لا شكلها فعلا يجنن، عجبتني جدا جدا باللونة الفظيعة دي. بصوا بقى، بتفسي تاني كده لوحدها، نسيبها تنشف كده شوية نشوف ايه اللي هيحصل. تحس انها عاملة زي كيس كده، نحاول بقى ان احنا ننفخ فيها تاني اهو. بص بقى كبرت ازاي، واو دي كبرت خالص، ايه ده، على شكل قلب بقى. الخرم بتاعها هنا فيه بالونة كده عشان دي تقريبا بتسرب الهواء، فلازم انفخ بقى تاني المرة الجاية، احاول ان انا اخليها كرة متماسكة اكتر عن كده، ونحاول ان احنا نخلي الهواء ما يخرجش. واو، شفتوا هنلفها بقى كده اهو. جاي فشلت بقى الشاليمو اللي انا نفخت منه كده، بقى عملت البالونة. الله، تحس ان هي بالونة كده غريبة معمولة بقى من البلاستيك. شفتوا بقى شكلها جامد ازاي؟ الله، لا شكلها فعلا حلو قوي. فممكن احنا نقعد ننفخها بقى تاني ونلعب بيها. بصوا بتفسي على طول تاني ازاي، هي نقعد بقى نفسيها كده، قام جاي نفخينها تاني. هي بلاستيك بقى، فممكن نقعد نستخدمها كذا مرة، فكرتها حلوة اوي. بص، رجعناها بقى كده كورة تانية صغيرة، هي نحطها بقى كده هنا ونجي نفخينها تاني. مكتوب عليها ماجيك بلاستيك. الله، هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم تقولي ايه رأيكم في الكرة الفظيعة اوي دي.
اهي. وبليز ما تنسوش ان انت تعملوا ايه لايك سبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية بالاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي. باي باي.